تقييم المسابقة المنهجية للمجموعة الثالثة وتضم 14 مدرسة بواقع التعليم السسواني وبشرف قسم النشاط المدرسي. المسابقة نظام المسابقة 14 مدرسة نأخذ في مجموع الترتيب الأول من كل مجموعة. قمنا قبل أمس المجموعة الأولى تضم 15 مدرسة وترشح منها مدرسة شهداء الواجب. المجموعة الثانية تضم 15 مدرسة كذلك وترشح منها مدرسة الشروق للتعليم الأساسي. اليوم في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تضم 14 مدرسة سيطلع منها الأول، بعد ذلك نقيم تنافس بعد العيد مباشرة بين الثلاثة مدارس لتحديد الترتيب الأول والثاني لمرحلة التعليم الأساسي للمسابقة المنهجية. وقيمة المجموعة الثالثة والنهاية اللي كان باش صفوا بها المجموعات عن كامل، والآن قاعدين في جدول فحوى الامتحانات الطلبة ويقيموا جاهزينهم كل الرفاهية وكل الإمكانيات متواصلة من قبل اللجنة المرسودة في اللجنة المسابقات. نتمنى لكل أبنائنا الطلاب وبناتنا الطلبة كل التقدير والاحترام وفائق التقدير والاحترام للمراقبة، وكل من قام بالجهود المبذولة في هذه المسابقة